Çok değerli basın mensupları, Mısır Dışişleri Bakanı kardeşim Semih Şükri'yi Ramazan ayında ülkemizde Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendileri de bizi 18 Mart'ta Kahire'de en iyi şekilde ağırladılar. Bir kere daha sıcak misafirperverlikler için ve de çok verimli görüşmeler için çok teşekkür ediyorum. Yine ülkemizde yaşanan asrın felaketinden sonra destekleri ve kendisinin ülkemizi ziyareti için de bir kere daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Kahire'de bundan sonra daha sık birbirimizi ziyaret edeceğiz demiştim. Kardeşim Semih Şükri ile son 1,5 ayda bu 3. görüşmemiz oluyor. Cumhurbaşkanlarımızın Doha'da görüşmesinden bu yana ilişkilerimizin kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Bugün mevkidaşım ve kardeşim Semih Şükri ile bu ivmeyi sürdürme irademizi yineledik. Mısır'la açtığımız yeni sayfayı الأمور الأخرى وأيضا إرساء الخطوات الأخرى في نفس الوقت. وأيضا هناك موضوع تهتمون به أيضا فيما يتعلق بتعيين السفراء. تسألون ذلك دائما مع أخي سامح شكري. تناولنا الموضوع اليوم وفيما يتعلق بتعيين السفراء، ونحن نقوم بتسجيل خطوات ملموسة. وفي القاهرة أيضا عملنا معا واتخذنا قرار في هذا الشأن، وفيما يتعلق ببيان مشترك أيضا سنقدم لكم معلومات بهذا الشأن في الأيام المقبلة. والآن ليس هناك مشكلة طبعا، ولكن مشاوراتنا مستمرة. وفي نفس الوقت فيما يتعلق بعلاقاتنا ومستوى الدبلوماسي من جهة أخرى، في نفس الوقت نريد تطوير علاقاتنا أيضا، وفي نفس الوقت سنواصل بإرساء خطوات ملموسة. وأيضا نريد بأن تتحقق قمة على مستوى رؤساء الجمهورية في الفترة المقبلة، ونحن أيضا تناولنا بتحضيرات هذه الزيارة أيضا. وفي نفس الوقت علاقات في مجال التجارة والاستثمارات، طبعا علاقاتنا في هذا المجال تمنحنا القوة وتدل الطريق أمامنا. وحجم التجاري بين البلدين في حدود 10 مليار دولار، ويمكن أن نصل في المدى القصير إلى 15 مليون دولار في نفس الوقت. وأيضا ما هي الخطوات وما هي الآليات التي سننعشها؟ على سبيل المثال اللجان المشتركة أو غرف تجارية مشتركة، ممكن أن نشكل آليات من هذا القبيل. تركيا هي من أكثر الدول التي تصدر إليها مصر، وأيضا في نفس الوقت تركيا هي من أكثر الدول التي تصدر إليها مصر الغاز المسال LNG. وأيضا شركة بوتاش التركية واتفاق مع شركة ممثلتها في مصر، ممكن أن نطور علاقاتنا في هذا المجال في نفس الوقت. وفي نفس الوقت نحن طبعا فيما يتعلق بتنويع علاقات في مجال الطاقة كاقتصادين يسجلان نموا سريعا. هناك أيضا في نفس الوقت استثمارات لشركات التركية، ونحن سنحفز الشركات التركية من أجل القيام بهذه الاستثمارات. ويطلب علينا بأن في مجال النقل والثقافة وخاصة في مجال السياحة في الفترة المقبلة، نريد زيادة عدد السواح بشكل متبادل بين البلدين، وسنحفز مواطنينا في هذا. وطبعا هناك جمال رائع في تركيا وفي مصر في نفس الوقت، وأن اتصالات وتبادل الزيارات بين الشعوب مفيد بالنسبة لكلا البلدين. وفي نفس الوقت ممكن أيضا نعقد اجتماعات مرة أخرى للجان مشتركة في مجال السياحة والثقافة بين البلدين، وهناك الفائدة في ذلك. حطم الرقم القياسي فيما يتعلق ب 300 حوالي 300 من السواح المسلمين السواح المصريين.
المصريين زاروا تركيا خلال السنة الماضية وهذا رقم قياسي. وفي نفس الوقت نريد هناك 50 رحلة للخطوط الجوية التركية بين الطرفين وقسم للقاهرة والإسكندرية. ونريد زيادة طبعا هذه الرحلات وأيضا بدء برحلات البحرية الرودو بين البلدين، هذا يزيد العلاقات وأيضا التجارة بين البلدين. وهناك الفائدة بأن نبدأ بالعمل بهذا المجال في نفس الوقت. وفي نفس الوقت في زيارتي في مصر مع أخي سامح شكري طلبت تقديم الدعم فيما يتعلق بإمكانية بدء فعاليات مؤسساتنا المعنية في مصر من جديد، مثل طبعا معهد يونس أمرا ومكتب وكالة تناضل وما شابه ذلك. وفي نفس الوقت نريد تسريع كل هذه الخطوات، ونحن في تطابق تام فيما يتعلق بهذه المواضيع، وسنكثف اجتماعاتنا أكثر بكثير. طبعا بلدان هامان في منطقة البحر المتوسط، وأن التعاون بين البلدين وخاصة مهم جدا خاصة وستكون له فائدة للمواضيع في المنطقة، وتعاون بين تركيا ومصر مهم جدا في هذه المنطقة. فيما يتعلق بموضوع الليبي فإن علاقاتنا وتعاوننا ستكون أوثق بعد الآن. وفي الحقيقة آرائنا متطابقة في الكثير من الأمور، ولكن سنعمل في خارطة الطريق لكي نكون على أوثق تواصل في هذا الصدد. وفي الفترة المقبلة سنعمل معا أيضا. وفي مجال السوري أيضا تناولنا نفس المواضيع. طبعا نحن طبعا في أيضا هناك اجتماع رباعي في مجال سوريا لتركيا في نفس الوقت، ولكن فيما يتعلق بالاستقرار وسلام في الدائم في سوريا مهم جدا بالنسبة لنا، ولهذا السبب يجب أن نسجل خطوات مائية أيضا في هذا الصدد. ونحن على نفس الآراء وسنتبادل الآراء دائما في الفترة المقبلة أيضا في هذا الصدد، لأن الاستقرار في منطقة مهمة جدا. طبعا تحدثت عن ليبيا، ونحن نريد طبعا انتخابات عادلة وحرة وشفافة في ليبيا وبأسرع وقت ممكن. وحول شروط انتخابات ليبيا أيضا تبادل الآراء معا، وسنعمل معا في هذا الصدد. من جهة أخرى فيما يتعلق بفلسطين، من دون شك كان يجب علينا أن نتناول هذا الموضوع بالتأكيد في موضوع فلسطين والشرق الأوسط. وطبعا دائما نقدر الدور الذي تلعبه مصر في هذه المنطقة، وفي كل حديث أنا أؤكد على أهمية فلسطين وإنهاء هذه القضية بالنسبة للشرق الأوسط وفي المنطقة بالكامل والعالم في نفس الوقت، ونؤيد جهود مصر في هذا وجهود الأردن في نفس الوقت، ونؤيد هذه الجهود. وفيما يتعلق بقدسية الحرم الشريف، وأيضا نحن شعرنا بالانزعاج من وبشدة انتهاك الذي قامت به إسرائيل في الحرم الأقصى، وأيضا قمنا أيضا بلقاءات متكررة وأعربنا عن انزعاجنا عن هذه الممارسات الإسرائيلية، و نحن أكدنا أن في الأيام العشر الأواخر من رمضان يعني يجب أن لا يتم السماح للغير مسلمين في الدخول إلى الحرم الأقصى،
نحن دائما إلى جانب الإخوان الفلسطينيين ولا يمكن أن نوافق على انتهاكات حقوقهم. وطبعا سننتقل إلى الإفطار، وأيضا بالإفطار أيضا سنستمر في الحوار المشترك. وأشكر أخي سميح أو سامح أيضا لقيامه بهذه الزيارة بعد زيارتي بوقت قصير، وأشكر أيضا الشعب المصري لوقفته إلى جانب تركيا، وأهنئهم أيضا بشهر رمضان وبليلة القدر المقبلة. Sayın Bakan, Mali Vezir, Mevlut Çavuşoğlu, Sadık Al-Aziz, توجه لكم بداية بجزيل الشكر على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة ودفء الاستقبال اللي أصبح سمة في لقاءاتنا المتكررة. وأنا في الحقيقة سعيد بأن تكون لنا هذا التسارع في وتيرة اللقاءات وما تظهره كل مدى من اتساع رقعة الفهم المشترك والرؤية المشتركة والتوافق فيما بيننا ووجود إرادة سياسية قوية على مستوى. أنتهز هذه الفرصة بالتأكيد ونحن في شهر رمضان الفضيل وفي العشر الأخار نتوجه لكم وللشعب التركي بالتهنئة على الشهر وتمنيات بأن يكون مليء بالبركة والسلام والتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، عاده الله على الشعبين بكل خير وسعادة. تناولنا خلال مشاوراتنا العديد من القضايا في مقدمتها، وربما أخذ الحيز الأكبر منها والعلاقات الثنائية والجهود المبذولة على مستوى البلدين والمؤسسات في البلدين لتناول كافة أوجه العلاقات والعمل على تذليل أي من ما قد يحد من تطورها والارتقاء بها والاستجابة إلى رغبة البلدين في تعظيم الاستفادة من هذه العلاقة وتوسيع رقعتها سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا على أرضية راسخة من العلاقات التاريخية اللي تربط بين البلدين وبين الشعبين والإحساس المتبادل بأنه فيها تنمية هذه العلاقة ما يعدد الاستقرار على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي ويعود بالنفع بشكل متساوي على شعبي البلدين وشعوب المنطقة بصفة عامة. اتفقنا على استمرار هذه الوتيرة السريعة في الاتصالات والتواصل للفوائد التي تنتج عنها من خلال تحديد نتائج محددة تؤدي إلى مزيد من التفاهم ومزيد من الاتفاق على الخطوات التي يتطلب منا اتخاذها. واتفقنا على إطار زمني محدد يتم بلورته فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية، سوف يتم الإعلان عن ذلك في الوقت الملائم في إطار أيضا التحضير لعقد قمة على مستوى رئيسي البلدين لتتوج المسار الذي بدأناه منذ في الحقيقة سنوات ولكنه أخذ شكله خلال الشهر والنصف الماضيين والذي يكون انطلاقة جديدة لهذه العلاقة. في إطار الأوضاع الإقليمية فبحثنا باستفاضة وبشكل معمق وشفاف القضية الفلسطينية والحاجة للعمل المشترك في إطار
منظمة التعاون الإسلامي في إطار جهودنا الثنائية في التنسيق، أحط معالي الوزير بالجهود التي بذلتها مصر لاحتواء التصعيد الأخير بضرورة مراعاة إسرائيل لحرمة المسجد الأقصى للشعوب الإسلامية وضرورة احترام حرية العبادة واحترام الوضع القائم دون تغيير للمسجد الأقصى، فهذه أمور في غاية الأهمية، لكن علينا أن نكثف جهودنا في منع الأعمال الإحادية المرتبطة بالاعتداء على الحقوق الفلسطينية، على الممتلكات الفلسطينية، من هدم بيوت، من استحواذ على أراضي، من التدخل الأمني في المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة إتاحة الفرصة للسلطة بالاطلاع بمسؤوليتها كاملة. كل الأعمال الإحادية، التوسع في رقعة الاستيطان، من شأنها أن تزيد من الأمور توتر، ونحن نعمل على تخفيف حدة هذا التوتر بل وتوفير الظروف الملائمة للتوصل إلى حقوق المشروع للشعب الفلسطيني، لاستئناف العملية السياسية بما يؤدي إلى إنهاء الصراع على مبدأ حل الدولتين، وأن تنشأ الدولة الفلسطينية على كامل حدود 4 يونيو 1967، وأن تكون الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. نستطيع من خلال تشاورنا وتنسيقنا واتصالاتنا مع شركائنا الدوليين الفاعلين أن يكون لنا صوت مسموع في هذا الإطار، ضمانا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وهذه من القضايا الهامة اللي أتصور أنه مزيد من التنسيق فيما بين مصر وتركيا قد يكون له وقعه وتأثيره في تحقيق هذه المصلحة. فيما يتعلق بليبيا، ولدينا رغبة مشتركة بأن نعمل على تحقيق المؤسسات الليبية لمسؤوليتها بأن تقدم ليبيا على انتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى تولي المسؤولية حكومة تعبر عن إرادة الشعب الليبي، وفي نفس الوقت تكون قادرة على الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية والحفاظ على المخدرات الليبية لصالح الشعب الليبي الشقيق. كان لنا حديث أيضا على تطورات الأوضاع في سوريا، وأحط الوزير بالاتصالات الأخيرة التي تمت فيما بين مصر والحكومة السورية واستقبال وزير الخارجية السوري في مصر، وأهمية التأكيد على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا وعلى وحدة أراضيها وعدم وجود القوات الأجنبية على أراضيها، والتعامل مع قضية الإرهاب، وفي نفس الوقت ضرورة وفاء الحكومة السورية بكل الالتزامات القائمة في قرار مجلس الأمن 2254، وأن تكون هناك مسار سياسي يضم كافة الشركاء السياسيين يؤدي إلى إزاحة شوائب الماضي والإقدام على مستقبل أكثر إشراقا. ضرورة بناء الثقة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، ضرورة السير قدما مع المبعوث الأممي في المسار الدستوري، كلها أمور نسعى إلى تحقيقها ونرى أهميتها في إطار استعادة سوريا لكامل سيادتها واستقلالها ورعاية شعبها بشكل كامل، وسوف نعمل أيضا سويا لتحقيق هذه الأهداف. الحقيقة بقية القضايا الإقليمية والدولية تناولناها، ولدينا رؤية متجانسة وفيها كثير من التوافق، فنرى أننا لدينا أرضية خصبة وصالحة لأن تثمر الاتصالات عن عمل مشترك
يكون فيه نفع لبلدينا ولشعوبنا وللمنطقة بالكامل. مرة أخرى بشكر صديقي العزيز أخي مولود على حفاوة الاستقبال وإتاحة هذه الفرصة، وأعبر عن سعادتي بأن أكون هنا في أنقرة في شهر رمضان، ويعني أشكر الوزير على حفاوة الإفطار مسبقا، ولكن في وجودي في هذا الشهر الفضيل أيضا دلالة أرجو ألا تخفى على أحد. شكرا جزيلا. Cem Toplar, Bengi Türk Televizyonu. Sayın Bakan, Türkiye hoş geldiniz. Bengi Türk, sualili el-vazirayn ve أنتم أيضا تطرقتم إلى بعض النقاط المشتركة، فمن الخطوات التي سيقدم عليها هو رفع مستوى التمثيل بين البلدين وربما تعيين سفراء. هل لديكم تاريخ معين؟ وأيضا في زيارة القادة أو لقائهما، هل سيكون هناك أيضا تاريخ معين ممكن أن تشيرون إليه؟ بالتأكيد أننا توافقنا واتفقنا على مسار وتوقيتات محددة يتم من خلالها وفقا لما نتفق عليه، وفقا لهذا المسار الذي نحن به، على التوقيت الملائم للإعلان عن هذه الخطوة المهمة، بالإضافة إلى القمة التي سوف تعقد. بالتفاصيل المرتبطة بالتوقيتات المحددة هذا من شأنه أن نتوافق ونتفق عليه، وبالتأكيد سوف تكون أول من يطلع على هذا. شكرا. ليس لدي شيء أضيفه لما قاله نظيري، وسنزودكم بالمعلومات آن بآن. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير. معالي وزير الخارجية التركي، السؤال الموجه لحضرتك، بعد هذه المسيرة من المفاوضات والمباحثات الناجحة مع الجانب المصري، أتصور أنه ما يحدث في هذه القاعة يجب أن يؤثر على الإقليم. متى وكيف نرى تأثير ما يجري الآن من مباحثات على الملف الليبي بشكل واقعي على الأرض؟ وهل يمكن أن نجد اجتماعا ثلاثيا يضم القادة الليبيين مع القادة المصريين والأتراك؟ هذه واحدة. كيف يمكن أيضا أن تشارك هذه الروح بين مصر وتركيا في مواجهة حقيقية للإرهاب في منطقة شرق المتوسط؟ وكيف يمكن أيضا مواجهة الهجرة غير الشرعية؟ هذه نقاط مهمة بيتساءل عنها الإقليم، لكن المواطنين في مصر وفي تركيا ربما يكون لهم اهتمامات خاصة. هل يمكن معالي الوزير أن يكون هناك دور تركي بوساطة بين مصر وأثيوبيا؟ لما لتركيا من علاقات قوية مع أثيوبيا واستثمارات، يعني ثاني أكبر مستثمر في أثيوبيا هي تركيا. هذه واحدة. معالي وزير الخارجية السيد سامح شكري، يعني ما تم إنجازه على الصعيد الاستثماري والاقتصادي، هل يمكن أن يرشح لإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وتركيا؟ وهل يمكن لمصر أيضا أن تساهم في تقريب وجهات النظر بين الإخوة في تركيا والإخوة في اليونان؟ شكرا لحضراتكم. çok teşekkür ediyorum. شكرا جزيلا. bizim
علاقات تركيا ومصر وإحياء هذه العلاقات. نرى بأن لها انعكاسات إيجابية. قبل قليل تحدثنا عن القضية الفلسطينية ولدينا أفكار ومواقف مشتركة في هذه المسألة. وأيضا نعرف جيدا أن لدينا رسائل مشتركة ممكن أن نوجهها لإسرائيل. وعندما نتحدث عن طبعا الخلافات، ولكن الآن وبعد فتح قنوات الحوار رأينا بأن هناك نقاط مشتركة كثيرة. وأزلكت şimdi bir taburun ortak taburun ممكن أن ننشئ أيضا شركات في المرحلة المقبلة، أن يكون هناك أيضا تدريب لقوات ليبيا المستقبلية في الجيش الليبي طبعا. ونحن أيضا على توافق في الرأي في انتخابات ليبيا، أن تكون هناك انتخابات نزيهة وتدعم الوضع السياسي والعملية السياسية في ليبيا. وأيضا لدينا أيضا مواقف مشتركة في سوريا، أيضا وحدة الأراضي السورية واحد من القضايا التي نعيرها أهمية، كما أيضا تقوية الحراك السياسي هناك ودعمه واحد أيضا من النقاط التي نتشارك فيها. لأن إذا كان هناك ظروف سيئة في دولة مجاورة لكم فيؤثر ذلك مباشرة عليكم، كما تؤثر أيضا المشاكل في ليبيا على الداخل المصري، كما أيضا تؤثر الخلافات والحرب الدائرة في سوريا على تركيا. ونحن ما نحاول أن نفعله هو أن نحافظ على وحدة الأراضي السورية ومنع حدوث ممر إرهابي في تلك المنطقة. وبالنهاية أيضا تعرفون بأننا أيضا يجب أن نضمن أمننا قبل كل شيء. وفي العلاقات مع مصر إذا عادت إلى طبيعتها فذلك سيكون ضد التنظيمات الإرهابية وضد التحديات الأمنية التي تعاني منها المنطقة، كما أيضا ستصب في صالح البلدين. فيما يتعلق بالسؤال الخاص بالعلاقات الاقتصادية وإمكانيات الارتقاء بها، هو حاليا في هناك اتفاق تجارة حرة فيما بين البلدين كانت محل استفادة لكل منهما خلال السنوات الماضية. العلاقات الاقتصادية استمرت على وتيرتها وتوسعت، وزادت الاستثمارات التركية في مصر كما زادت الصادرات المصرية إلى تركيا، بحيث بلغت كما وضح المعالي الوزير حوالي 10 مليار دولار حجم التبادل التجاري، وهو مؤهل للزيادة والتحفيز نظرا لما سوف تتخذه الحكومتين من جهود في هذا الصدد وتشجيع المستثمرين في البلدين على تكثيف التواصل فيما بينهم وإيجاد الآليات المشتركة، مجالس الأعمال، غرف التجارية، التواصل فيما بينها، الأجهزة الحكومية، وزارات الوزارية على المستوى الفني، كلها من شأنها أن تزيد من المجالات التعاون واستكشاف المجالات الجديدة للتعاون وما لدي كل من البلدين من إمكانيات. أكيد من ضمن المواضع المهمة هي الطاقة الجديدة والمتجددة ومدى إمكانية التعاون في هذا، وأضرب ذلك مجرد كمثل واحد، وهناك أمثلة
عديدة أخرى. إقامة منطقة صناعية طبعا ده متاح، منطقة قناة السويس الصناعية هي متاحة، وسوف نوفر إلى الجانب التركي، وواثق بأن السفارة التركية في القاهرة على اطلاع كامل بكل التسهيلات والفرص المتاحة، وما توفره من نفاذ الصناعة في المنطقة الصناعية من نفاذ إلى دوائر اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالشرق الأوسط وبالدول الأفريقية، فبالتالي تتيح لتركيا إقامة صروح إنتاجية تستفيد من هذه العلاقة. فالبلدين لهم وزنهم وحجمهم على المستوى الإقليمي سواء سياسيا أو اقتصاديا، والتعاون فيما بينهم سوف يكون له عائد كبير في هذا الصدد. والسؤال الآخر، يعني نحن نأمل دائما بأن يكون جو الوفاق والوئام والتعاون والتفاهم هو السائد في المنطقة، في كل الدول المنطقة. دائما نستشهد بالفرص التي سوف تنطلق في حالة تسوية القضية الفلسطينية وإزالة العوائق المرتبطة باستمرار هذه القضية. بالتأكيد أنه كلما زادت التفاهم وتم تخفيض درجات التوتر، كلما كانت هناك فرص لتحقيق الاستقرار، تعزيز السلام، تعديد الإمكانيات للاستخراج للفرص الواعدة. والمنطقة ودولها لديها الإمكانيات، لديها القدرات، تستحق بأن تنعم بهذه العوائد التي يكون لها تأثيرها المباشر على المواطن وعلى تقدمه وازدهاره. TRT Haber'den Doğancan Aksoy sorum sayın TRT Haber Doğancan Aksoy في البرلمان الفرنسي كان هناك تسليم لميدالية شرف لأحد قادة تنظيم PKK الإرهابي، وبعدها كان موقف لوزارتكم واستدعيتم السفير الفرنسي إلى الوزارة. ما تعليقكم على علاقة فرنسا بالإرهاب؟ تنظيم PKK الإرهابي ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، ومعرفة للأسف فرنسا والنواب هناك يتعاملون مع التنظيمات الإرهابية ويعطون جوائز لقادة هذا التنظيم. وفرنسا أولا يجب أن تقول بأنها لا تعترف بأن التنظيم PKK إرهابيا، ولكنها لا تستطيع فعل ذلك لأنه تنظيما إرهابيا بشهادة المؤسسات الدولية والأمم المتحدة. فهم في السليمانية مثلا كما تعرفون في شمال العراق يسيطرون على حزب الطلباني في السليمانية، ولديهم أيضا نفوذا في الولايات المتحدة الأمريكية. هم أو الغرب دائما يكيل بمكيالين ويقول بأن PKK تنظيما إرهابيا، ولكنه يتعامل مع هذا التنظيم ولا يخجل بذلك، ونحن لن نكف عن مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية ومحاربتها. سؤالي لكلا الوزيرين، تحدثتم عن العلاقات المشتركة ولا سيما في قطاع التجارة والطاقة، والغاز المصري هل ممكن تصديره عبر تركيا إلى القارة الأوروبية؟ بالتأكيد هناك علاقة وتعاون في مجال الطاقة، وتركيا الآن من أكبر الدول المستوردة للطاقة من مصر، وبالتأكيد أن لها
من المنشآت التي تؤهلها بأن تقوم بدور أكبر. فنحن نأمل بأن يزداد التعاون في كافة المجالات، ولكن بالتأكيد مجال الطاقة، سواء كانت الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة، من المجالات الواعدة والضرورية، ونرى إمكانيات ضخمة لدى البلدين يجب الاستفادة منها بالكامل. شكرا جزيلا. نعم، أشارك أخي سامح بنفس ما قاله. ونحن نستورد الغاز الطبيعي المسال من مصر، إذا استمرت الحرب في أوكرانيا فبطبيعة الحال سيكون هناك أزمة طاقة مستقبلية، ولذلك دول البلقان نحن نساعدها، وأيضا رفعنا نسبة الغاز الذي يأتينا من أذربيجان من 16 ألف متر مكعب إلى 32 ألف متر مكعب في اليوم. في مصر أيضا نقوم الآن في دراسة كيفية نقل الغاز الطبيعي المصري إلى تركيا. أيضا في الغاز الطبيعي طبعا مصر غنية بهذا النوع من الطاقة، كما أيضا تركيا تسعى لأن تكون مكان ومقرا لتوزيع الطاقة في العالم، كما أيضا نسعى للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة، وحاجة العالم تزداد للطاقة، ونحن كدول موجودة في نفس المنطقة نسعى للتعاون في هذا المجال.